موضوع الصراحة على السوشيال ميديا بشكل كبير، لما احنا لقينا ان بجد لما لقينا ان كلمة استعبط انا ينفع اكون اقولها وينفع اكتبها في موضوع تعبير عادي والكلمة هتبقى صح بالنسبة لي. هو انا سعيد طبعا ان الجدل يثار بشان اللغه العربيه وتعود الى المقدمه مره ثانيه، حتى لو عن طريق كلمه جديده تدخل الى القاموس، لان حضرتك عارف صحيح. وضع اللغه العربيه صحيح. ربما دي تكون بدايه للالتفات الى اللغه، للبحث عن الالفاظ التي يمكن استخدامها اللي كنا بنحسبها عاميه وهي صحيحه في الاساس. ففي كل الاحوال هو جدل ايجابي. خليني بس الاول اعرف الساده المشاهدين بالمجمع اللغوي، مجمع اللغه العربيه اللي اقر هذه الكلمه، لان يعني لا مش كثيرين بيعرفوا وظيفته. المجمع ده اتاسس سنه 1932 وبيتكون من 20 عضو دائم بالاضافه لمجموعه 96 من اللغويين العرب والمستعربين الاجانب، يعني في مصريين وعرب واجانب بيجيدوا اللغه العربيه وبيشتغلوا بعلومها. مقره القاهره، والقائم برئيس المجمع حاليا هو الناقد الكبير صلاح فضل. تمام. الهيئه دي بتتشكل من لجان لغويه وعلميه وعلوم اجتماعيه، ومهمتها انها بتصدر القوانين، وبالفعل لهم في السوق ثلاث قوانين مشهورين جدا: قاموس اسمه الكبير والوسيط والوجيز. والوجيز ده تحديدا تقريبا كلنا خدناه واحنا في المراحل الثانويه. صحيح. وبيبقى فيه معاني الكلمات بشكل مختصر اللي عاوز يعرف المعنى وخلاص. من ضمن مهام المجمع ايضا ان هو بيجيز استعمال كلمات بعينها، وبيرشد ايضا الى الكلمات التي يجب تجنب استخدامها، وهو مسؤول عن احياء التراث العربي وعن حاجه بنسميها الاكستندنج او التوسع اللغوي، اللي هو اضافه كلمات جديده باستمرار تواكب العصر الى القاموس. اذا ففي كلمات بتتضاف كل شويه، يعني مش بس كلمه استعبط، في كلمات طبعاً تانية ممكن تكون بتزود. تمام. طبعا، وده مش قص على اللغه العربيه، ده كل اللغات. مثلا في الانجليزيه بقى في كلمه اسمها جوجل، يعني ابحث. ما كانش في حاجه اسمها جوجل زمان، هو بس طلع كمحرك بحث، وبعدين من كثره دوران الكلمه على الالسن ووضوح معناها خلاص دخلوها في قاموس اللغه الانجليزيه. فعاوز اقول لحضرتك ان ادخال كلمات جديده الى اللغه ده يحفظ عليها حداثتها وعصريتها، ودي حاجه ايجابيه بصرف النظر عن ان الكلمه ربما يعني تثير حفيظه الناس لانها بتستخدم في سياق مش متعودين عليه. استاذ حسام، يعني ده بيطرح سؤال تاني، هل يليق ان احنا نكون بنستخدم الكلمات دي لمجرد ان هي كلمات فصحى، سواء بنتكلم على نشاط طيب الاخبار او سواء في التعليم او كده؟ اشكرك على هذا السؤال. استخدام الكلمات في اللغه ليس منوطا فقط بصحتها اللغويه، لكن هناك ما يسمى بالسياق الاجتماعي للكلمه. هدي لحضرتك مثال يمكن كلنا عارفينه. اتفضل. كلمه امراه تجمع على نساء ونسوه ونسوان. تمام. هذه الكلمة استخدمها نزار قباني وقال: ولغيرة النسوان فعل الخنجري، فهي لغة عربية فصيحة. طيب، هل صحتها اللغوية تخليني استخدمها في مصر؟ أقول لحضرتك لا، لأن الكلمة هعمل لها فيش وتشبيه فلاقيها سيئة السمعة فما استخدمهاش. لكن في لبنان مثلا الكلمة موجودة وفصيحة ولا تثير حفيظة أي حد، مفيش أي صورة ذهنية سيئة ليها. يبقى إذا علشان استخدم الكلمة في كلامي أو في كتابتي الفصيحة، مش بس لازم تبقى صحيحة لغويا، لكن لازم أشوف وقع هذه الكلمة على المجتمع الذي تستخدم فيه. جميل. إذا مش هتلاقي حد يستخدم استعبط رغم إنها فصيحة، مش لأنها غلط ولا عيب ولا كلمة قبيحة، لكن إحنا مش متعودين عليه. إحنا لما بنيجي نكتب بالفصحى أو نتكلم بننحو إلى البساطة، بننحو إلى العصرية، بنستخدم حاجة اسمها اللغة العربية البيضاء. يعني إيه البيضاء؟ يعني مش المقعرة، مش اللي محتاجة قاموس علشان أدور على معناها، مش اللي مرتبطة بإحالات سيئة في العقل الجمعي. فدي الفكره. تمام. هي مهم ان القاموس يتوسع، مهم ان المجمع يضيف كلمات، لكن استخدامها من عدمه بيرجع الى الذائقه الشعبيه. طيب، لو فتحت القاموس مثلا هتلاقي تلفزه يتلفز تلفزه اللي هو تلفزيون. تمام. دي برضه مش كلمه دي جديده عربية. اكيد. بس خلاص بقت شائعه والناس ما بيختلطش عليها لما تسمع الكلمه، فوفقا لقواعد معينه المجمع بيشوف حاجه اسمها الاوزان العربيه، لو الكلمه متوافقه مع وزن عربي، لو الكلمه ليها شكل اخر موجوده دي في القاموس، فيجيز استخدام هذه الكلمه ويفصحها، اي يجعلها فصيحه ومن حقك تستخدمها. طب استخدمها او ما تستخدمهاش ده قرارك انت. حلو قوي استاذ حسام. في الحته دي بقى بالذات، هل يعني من صلاحيات المجمع ان هو برضو ينظر في الكلمات اللي بيتم تداولها في المجتمع ويقول ايه الكلمات اللي هي ليها سياق اجتماعي او ليها سمعه زي ما حضرتك ذكرت، ليها سمعه طيبه او سمعه غير طيبه؟ لان احنا بنشوف دلوقتي مثلا في اغاني كتير، بنشوف في برامج كتير، بنشوف في التلفزيون بشكل كبير قوي الفاظ ممكن تكون بتخرج علينا واحنا مش متعودين ان احنا نكون بنسمع الالفاظ دي في العلن.
تمام. لا هو المجمع وظيفته استشاريه لكن هو مش جهه تنفيذ. جميل. والكلمات اللي بيقرها بتمر بثلاث مراحل. اللجنه احدى اللجان اللغويه لجنه اسمها الالفاظ والاساليب بتتلقى كلمه بيقول والله الكلمه دي اصبحت شائعه وليها وزن موجود و و و فتبدا اللجنه تنظر الى هذه الكلمه تحاول تاصلها وتشوف وزنها وتشوف ليها اصل في اللغه ولا لا. بعد كده لو اجهزتها اللجنه بتروح للمجلس اللي بيضم اعضاء المجمع كلهم ويبدا يبقى في عمليه تصويت في مؤتمر مجمع اللغه العربيه اللي بيقام سنويا وبيضم الاعضاء كلهم وطبعا بقيه الاعضاء حاملي الجنسيات الاخرى ولو الكل توافق على هذه الكلمه فخلاص المجمع يصدرها في كتاب باسمه كتاب الالفاظ والاساليب وصل للجزء الخامس دلوقتي يصدر وبيبقى فيه كل القرارات الجديده للمجمع الخاصه بالالفاظ الجديده الخاصه باستخدامات جديده لالفاظ متعارف عليها الى اخره. يعني مثلا ما فيش طيب يعني حضرتك قلت ما فيش دور تنفيذي بس ما فيش مثلا دور استرشادي او دور ان مثلا دلوقتي انا بعمل كتاب او بعمل حاجه معينه فارجع للمجمع فالمجمع يقول لي ينفع تستخدم بعض الكلمات وما ينفعش تستخدم بعض الكلمات. عندنا القوانين هو المجمع بتقولنا زي ما قلنا بيعمل حاجتين بيعمل القوانين وبيعمل كتاب الالفاظ والاساليب فمن غير ما ارجع للمجمع بشوف هذه الكلمه ابدا ادور عليها تمام وهذه الكلمه هل هي متكسره هل هي فصيحه مش فصيحه بتلاحظ حضرتك كمان ان الاغاني هي عاميه اصلا محدش بيغني بالفصحى غالبا يعني فالعاميه ملهاش مقياس ما اقدرش ارجع للمجمع او لغيره بيحكمني فيها الذوق العام والحس الفني طبعا وموائمه الكلمات لمقتضى الحال يعني تعبير الكلمات عن الحاله الشعوريه اللي المغني عاوز يحطك فيها. طب استاذ حسام قول لنا يعني ايه تاني الالفاظ اللي احنا ممكن نكون بنستخدمها بشكل عامي ولكن تم ان هي او يعني بصينا عليها سواء كنا في المجمع او سواء كان في لجنه الاساليب والالفاظ يعني ولقينا ان في الاخر الالفاظ دي او الكلمات دي هي كلمات فصحى. والله القايمه مش عاوز اقول لحضرتك يعني ممكن تتخض منها كلمه تهريج تهريج فصيحه كلمه الشبرقه فصيحه. طب الشبرقه دي جايه ازاي يعني؟ يعني الشبرقه دي جايه من هي المبالغه في الانفاق او البهرجه. تمام. كلمه خربش اللي هي زي خدش. كلمه اختشى احنا بنقول اللي اختشى مات ومش عارف ايش يعمل لا هي اختشى فصيحه ممكن نستخدمها بمعناها. كلمه برطم اللي هو تحدث بصوت خافت هي برضه فصيحه. كلمه اندلق اندلق انسكب يعني يعني عاوز اقول فعلا ان كثير من الالفاظ اللي احنا بنحسبها عاميه وبنستخدمها في السياق العام هي الفاظ فصيحه بس طبعا لبعدنا عن اللغه بالكيلومترات او بالاميال ما عادش حد بيقدر يلقط ده او يدرك ده او حتى مهتم ان هو يدور على فصاحه الكلام بس بشكل اساسي لو احنا مسبوقين في كلمه عاوزين نتاكد عندنا القوانين والجميل ان هذه القوانين اصبحت متاحه اونلاين يعني ما عدتش محتاج حتى النسخه الورقيه افتح كتاب بقى وبص عليه وادور الورقي دي طريقه معينه في البحث بتجرب الكلمه مش عارف ايه وتجيب الماضي اشيل الالف والسين والت وادور على الفعل نفسه انت فاكر الوقت القاموس الالكتروني موجود بتحط الكلمه هوب بيجيب لك كل تصريفاتها ومؤنث ولا مذكر جمعها اذا كان فعل متعدي ولا لازم يعني برضه التكنولوجيا في خدمه اللغه قدرت تمدنا بوسائل كثيره جدا نستطيع بيها معرفه اصل الكلمه. صحيح. يا استاذ حسام يعني بنشكر حضرتك جدا وصراحه انا بتفق مع حضرتك في اول جمله حضرتك قلتها بشكل كبير قوي وهو ان هذا اللغط اللي حصل هو على الاقل فكرنا بان في حاجه اسمها اللغه العربيه وان في مجمع اللغه العربيه. بنشكر حضرتك جدا استاذ حسام مصطفى ابراهيم مؤسس مبادره اكتب صح.